اليوم واقفين باش حنا تنطلبوا البراءه ديال بنت طازوت، حيت حنا من الاول حتى الاخر وحنا باقين مع بنت طازوت. ملي كنا كنديروا المسيره ديال الكرارس وما كانش اللي نصفنا، وقفنا في المحكمه وعيينا وجرينا، وكانت ولدي عنده عام، دابا راه عنده 23 عام حسني، ودابا داز حتى داك الشيء وحنا كبرنا وعيينا وباقين واقفين وما نعياوش. ان شاء الله تيشد البراءه ديالو السي محمد بن طازوت، والله يعمر ربي يدهر حقه، وعاش الملك وعاش محمد السادس. كنطلبوا الملك هو اللي يوقف، هو اللي ينصف هذا السيد، وعاش سيدنا، وعارفين هو اللي عيبين لنا الحقيقه ديال هذا السيد. حنا كنطابنوا مع هذا السيد محمد بن طازوت، لقاش كنعرفوه اعز المعرفه وعائله ديال السبور، والله يدير ليه شي تاويد الخير، هذا الشيء اللي غنقولوا ليه. نطلبوا بالانصاف ديالو والحق ديالو يبان ليه، والبراءه التامه ديالو، لقاش مسكين الانسان اللي كيعيش معاه وكيشوفه يوميا راه كيعيش واحد الحاله نفسانيه صعيبه. يعني واخا هو مآمن بالبراءه ديالو، مي هو خصو ياخذها، فهمتيني؟ والله يدير شي تاويد الخير. حنا كنطلبوا ان شاء الله هذا السيد يبان الحق ديالو، وراه دليل البراءه ديالو الناس كاملين اللي وقفوا معاه كبير وصغير، راه السيد بريء والله يعمر ليه الدار، وراه بقى في قلوبنا بزاف بولادنا بكل شيء لينا، وحنا تابعينه ومعاه تناخذوا ان شاء الله البراءه ديالو ان شاء الله، ما نتفرقوش معاه ان شاء الله. كل شيء واقف معاه، كبير والصغير كل شيء واقف مع الجيران صحاب الحباب، كل شيء واقف معاه ان شاء الله. وراه باين الدليل ديالو هو هذا الشيء، الولاد كل شيء معاه، الجيران الشعب كامل تابعوا، راه هي البراءه ديالو، الله يبين الحق ديالو. وعاش الملك، وعاش الملك.